المنافسة بين القوائم الحزبية والقوائم الحرة من نظري حتكون هناك منافسة قوية، وهذا استنادا إلى اليد العون اللي تقدم بها رئيس الجمهورية نحو الشباب. شباب استجابت من بعد النداء رئيس الجمهورية، وكانت هناك اقتحام كبير في تقديم ترشحات وفي تقديم الملفات. بون بعد عملية الفرز وعملية الإقصاء والعملية دي، ما لاحظنا بعد النتائج باللي القوائم الحرة تفوق القوائم الحزبية. هنا يمكن أن نقول باللي هناك فرصة جيدة للقوائم الحرة، ولكن ينقص عنصر أساسي نظرا للقوائم الحزبية. انتمائها حزبي، يعني مهيكلة، يعني عندها قاعدة مناضلين، بينما وتكوين سياسي أيضا، بينما القوائم الحرة تحمل من هذا وهذا، ربما توجد فيه بعض العناصر اللي كانت منتمية إلى أحزاب من قبل، وتكون فيه تكوين سياسي. أظن أن أغلبهم ما همش متكونين سياسيا، وبالتالي نقص القاعدة، نقص الهيكلة، ربما راح تواجهوا صعوبات. إلا إذا تدارك أصحاب اليوم القوائم الحرة راح يواجهوا صعوبات أمام كل هذه المعطيات اللي ذكرتيها. نعم، إلا إذا تدارك هذا الأمر أثناء الحملة الانتخابية. يجب أن تكون هناك استراتيجية على أن يقوم المترشح كيف يكسب ثقة، لأن هناك بعد الحراك الكل يعلم أن هناك عزوف سياسي ونفور من الأحزاب السياسية. على القوائم الحرة أن تأخذ هذه النقطة، تعتبرها فرصة اليوم. القوائم الحرة عندها الفرصة اليوم وعندها حظ كبير، أكيد تأخذ هذه النقطة على الأكيد، تستثمر في الحملة الانتخابية، تستثمر في تكون الأعضاء تاع الحملة الانتخابية، وتعمل جميعا موحدة لنيل 5% على الأقل في المرحلة الأولى.